Today we are going to know another verb which is verb to do. Verb to do من أهم أفعال في اللغة الإنجليزية after verb to be. اليوم غادي نتعرفوا عليه فقط في زمن present simple. ننتقل الآن لحالة affirmative sentence. شنو هو الفورم ديالها في affirmative؟ تيكون إما يكون عندنا I do or you do or we do or they do. Example, we do this all the time. We do this all the time. نقوم بذلك طوال الوقت. Or you do this all the time. المهم هادو كلهم يقدروا يجيو بلاص وي. امتى تتكون عندنا does؟ في حالة it does or she does or he does. Example, he does his homework at night. يقوم بواجباته المنزلية في الليل. Or she does her homework at night. هنايا جا الفعل verb to do كفعل أساسي. بعض المرات تيجي كأوكسيليير يعني فعل مساعد، تيجي مع فعل آخر باش تعطي المعنى كامل جملة. نجيو مثلا في نيجاتيف سنتنس، ديما تتكون عندنا في أي جملة في نيجاتيف تتكون عندنا don't. في هذه الحالة جا verb to do كفعل مساعد. I don't plus something, you don't, we don't or they don't. Don't was short form ديال do not. نقدروا نقولوا I do not ولا I don't. Example, you don't do the homework. أنت لا تقوم بواجباتك المنزلية. Or you do not do the homework. عشان انتبهتوا don't هنا ديما جا verb to do كفعل مساعد. Don't زائد plus يقدر يكون هنايا you don't play, you don't كذا كذا. ديما تيجي don't موراه فعل آخر، يعني تيكون don't كفعل مساعد عند الفعل الرئيسي. هنا في هذا المثال درت لكم verb to do كفعل مساعد وكفعل رئيسي. فعل مساعد يعني جا في don't وفعل رئيسي جا في do والفعل التالي. نجيو مثال آخر، it doesn't or she doesn't or he doesn't. Doesn't was short form ديال does not. ما نقدرش نقولو it don't ولا she don't. It و she و he ديما تيجيو مع doesn't بحال هنايا. It or she or he تيجي مع does. هنا تزيدو فقط not. نقدرو نقولو doesn't or doesn't or does not. Example, he doesn't do the homework ولا يقوم بواجباته المنزلية. Or she doesn't do the homework. ما نقدروش نقولو it doesn't do the homework حيث it تكون فقط الأشياء الغير العاقلة. نجيو هنا حالة interrogative ولا yes no questions. فهنايا ديما تيجي do كفعل مساعد، تقدر يكون do مع فعل آخر. مثلا do I or do you is plus verb. Do you, do we plus verb. Do they plus verb وعلامة استفهام. مثال do you do this all the time? Do you do this all the time? ولا يقدر يكون هاد do الأولى فعل مساعد ديما تيبدا به السؤال، ودو الثانية فعل verb to do كفعل رئيسي. هذا اللي درت لكم بين القوسين يقدر يكون أي فعل، ولكن هاد do ديما تتبقى في اللون جا كأوكسيليار. Do you do this all the time؟ ولا do you play؟ ولا do you read؟ ولا يعني كيما انتبهتوا هاد do تيجي ك باش نطرحوا به السؤال، يعني كفعل مساعد. نجيو الحالة الثانية، does plus verb something or he plus verb or does she plus verb or does it plus verb. مثلا does she do her homework on the time؟ does she do her homework on time؟ هل تقوم بواجباتها المنزلية في الوقت؟ كما انتبهتوا داز ديما تيكون في الاول، ودو ديما تتكون تتبقى كما هي انفينيتيف، يعني الفعل الثاني تيجي انفينيتيف ما تحولوش. هاد داز يقدر يكون في المضارع في الماضي، ولكن حنايا كما قلنا لكم تطرقنا فقط في بريزنت سيمبل. داز شي دو هير هوم ورك اون تايم، داز شي بلاي، داز شي كوك. كما انتبهتوا هاد الفعل الثاني كيتبدل داكشي اللي درت لكم بين قوسين فير، ولكن هاد دو وداس ديما تيبداو بالجملة، عفوا السؤال. أتمنى أنكم فهمتوا بالدرس. الحاجة اللي ما فهمتوهاش كتبوها في الكومنتس وغادي نجاوبكم إن شاء الله. See you next time.